من مستشفى أبي يوسف النجار في رفح، ينضم إلينا مباشرة الصحفي علاء سلامة. علاء، ضعنا في آخر تطورات الأوضاع لديك في قطاع غزة. نعم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أبدأ بهذا الخبر المتعلق بعودة شركة أو شبكة الاتصالات تدريجيا أو جزئيا إلى مناطق في قطاع غزة بعد انقطاع دام 8 أيام. هذا الانقطاع سبب الكثير من الأزمات والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذا الانقطاع ما بين أوصال المحافظات في قطاع غزة أو حتى ما بين المواطنين، وتلك التبعات التي أضرت بهؤلاء الناس هنا في القطاع. وبالتالي تعود الاتصالات تدريجيا، ونحن نتحدث عن شبكتي الاتصالات اللاسلكيتين أو حتى شبكات الاتصالات السلكية، بالإضافة إلى العودة الجزئية لشبكات الإنترنت إلى قطاع غزة بعد هذا الانقطاع، وهو الانقطاع الأطول إذا أردنا أن نتحدث عن 8 أيام متواصلة في هذا الانقطاع لشبكات الاتصالات. أذهب ميدانيا وأتحدث عما نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مساء هذا اليوم. 3 من الشهداء تم انتشالهم بعد قصف لمنزل لعائلة اللحام في منطقة جيزان النجار جنوب أو شمال مدينة رفح. هذا القصف كان منذ 20 يوما، لكن المواطنون تمكنوا برفقة طواقم الدفاع المدني من انتشال 3 من عائلة اللحام، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار هنا شرق مدينة رفح. هذا القصف كان منذ 20 يوما، لكن ما حدث أيضا شمال مدينة رفح في هذا اليوم، كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين أدى إلى إصابة عدد وصل إلى 6، نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار بجراح متفاوتة، أحدهم كان مصابا بإصابات خطيرة وفق المصادر الطبية. عدا عن ذلك، مدينة رفح تعيش حالة من الهدوء الحذر. أما فيما يتعلق بمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، نحن نتحدث عن سلسلة عنيفة جدا من الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف الجوية المتواصلة، عدا عن تلك التي تقوم بها الأليات العسكرية الإسرائيلية بقصف مدفعي يطال المناطق الشرقية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية، عدا عن القصف الذي يطال مركز المدينة وأوساط مدينة خان يونس وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وصل إلى 15 شهيدا في هذا القصف المنفصل لعدد من الأماكن، كان استهدافات لتجمعات المواطنين أو حتى لمنازل مأهولة. أيضا قبل قليل كان هناك قصف استهدف مجموعة من المواطنين أدى إلى ارتقاء واحد من هؤلاء ونقل إلى مستشفى الأوروبي شرق المدينة. أما فيما يتعلق بالآخرين من الشهداء الذين ارتقوا، نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس، لكن أيضا هناك استمرار لعمليات القصف الإسرائيلية وأصوات الانفجارات التي تسمع ما بين الفينة والأخرى، عدا عن تصاعد للدخان الأسود في المناطق الشمالية من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى المناطق الشرقية، عدا عن مناطق أيضا في وسط المدينة ترتفع فيها ألسنة الدخان الأسود جراء عمليات القصف الإسرائيلية المتواصلة المصحوبة بمحاولات التقدم الإسرائيلية لإعداد من الأليات العسكرية الإسرائيلية شرق وشمال شرق وشمال وغرب المدينة. إذا أردنا أن نصف ما يتعلق بمحاولات التقدم الإسرائيلية التي ما زالت تواجه بمقاومة شرسة، ونحن نصل إلى أكثر من 50 يوما من عمليات التوغل الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وربما هي الأكثر سخونة على مدار هذه العملية البرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، والتي تشتد في جنوب القطاع تحديدا في مدينة خان يونس. بالانتقال إلى المنطقة الوسطى، ارتقى 5 من الشهداء من عائلة درويش عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات تحديدا غرب المدينة، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد من الشهداء، بالإضافة إلى نحو 12 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا هناك عدد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت كل من البريج من دير البلح عدا عن المغازي، وأدت إلى ارتقاء 4 من الشهداء في غارات منفصلة، بينما نقل 16 مصابا أيضا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بالانتقال إلى مدينة غزة، نحن نتحدث عن عدد من الشهداء وفق ما يقول الدفاع المدني بأن هناك قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة دوار أبو مازن غرب مدينة غزة،
غزة، وهناك عدد من الشهداء والمصابين، لكن الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى هذا الكم من أولئك الذين تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. أذهب إلى الشقة السكنية التي تم استهدافها بالقرب من أو بجانب مجمع الشفاء الطبي. هناك عشرات من الشهداء والمصابين لم يتم إحصائهم حتى هذه اللحظة، رغم أن مصادر طبية كانت تحدثت عن وصول الشهداء إلى 30 شهيدا، بينما هناك العشرات من تم إخلاءهم من المصابين إلى مستشفى الشفاء في قصف هذه الشقة السكنية التي كان يتواجد بها عدد من النازحين، وهي استهدافات متواصلة من قبل الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية لأماكن أيضا قريبة من مجمع الشفاء الطبي الذي طالته الكثير من الأضرار على مدار الأسابيع الماضية جراء عملية الاقتحام وأخيرا عمليات القصف التي كانت على بواباته أو حتى على مقربة من مجمع الشفاء الطبي الذي يعمل بقدرات ضعيفة جدا في ظل ما تعرض له من اقتحامات أيضا وعمليات تدمير إسرائيلية تواصلت على مدار الأسابيع الماضية. بالمجمل نحن نتحدث عما قالته وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة ماضية ارتكب 12 مجزرة أدت إلى ارتقاء نحو 142 شهيدا، بالإضافة إلى 276 مصابا تم إخلاؤهم من عدد من المناطق التي تم استهدافها في قطاع غزة على مدار الساعات الماضية. هذا ربما هو الوضع الميداني حياة، ونحن نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية عدا عن عمليات القصف المدفعي المتواصلة في أكثر من مكان. لكن بالانتقال إلى ما يتعلق بالاشتباكات التي تجري ما بين المقاومة الفلسطينية، ما زالت كل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أو حتى سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى كتائب المجاهدين وألوية الناصر وكتائب شهداء الأقصى، ما زالت فصائل المقاومة الفلسطينية تنشر مقاطع مصورة لعملياتها التي تقوم بها ضد آليات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات الاستهداف بالقذائف المضادة للدروع أو حتى بعمليات القصف المدفعي أو إطلاق الصواريخ باتجاه تحشدات الآليات العسكرية المتوغلة إلى الشرق من جباليا في جنوب غزة، شرق المنطقة الوسطى في دير البلح وجحر الديك، عدا عن تلك التي ما زالت تتوغل في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وهذه الاشتباكات متواصلة بل إنها متصاعدة وتيرتها تشتد حينا بعد الآخر في ظل المحاولات الإسرائيلية إما للتقدم في بعض المحاور أو حتى الانسحاب الجزئي من محاور أخرى. حياة. نعم، شكرا جزيلا زميل علاء سلامة، كنت معنا مباشرة من أمام مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، لك جزيل الشكر على هذا العرض الوافي على تطورات الأوضاع.